تمام راح نبحر معاكم. انا ما راح العب معك. قم 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 خليك هنا. نصف رجلس. طيب اليوم الجمهور وكل يوم يسألنا بكرسي الاعتراف. الكاميرا قدامك بس لا تناظر عليه عشان لا تلقم خصم. أنا ناظر فقط. أنا ناظر في ذي. روح. أنا اليوم مقدم فمسموح لي أشوف الكاميرا. قول والله. أنت والله مقدم والله؟ أنا مقدم عشان أخويه يشوف معايا. تمام؟ هذا واحد. اثنين كرسي الاعتراف راح يكون الأسئلة من الجمهور لأن الجمهور هو اللي طالب كرسي الاعتراف. اليوم احنا قلنا مقادير غير صح ولا لا؟ مزبوط. احنا نطلع جو الطبخ. طيب وترتني وبعد راح يكون معايا تمام المعد وراح يعطيني الاسئله من الهاشتاج. يعني مين حيطلب الاسئله في البزنس 40 راح يطلبها مين راح يطلبنا اعطيهم نظره الجماهير. لا بنظر فوق. انا نظر فوق. انا لا فوق عشان ما نظر فيها يروح خصم. عبد الرحمن غالي بيقول لك ناظر فيها. بالله تفضل. نظرت فيها؟ نظرت فيها بس ما ادري لو كاميرا فيها اصلا. القوا خصم. اهم شيء؟ لا اليوم مسموح لك انك تناظر فيها. طيب. شباب الاعداد الصوت عندي عالي. اهم شيء؟ تفضل. والله تجاوبوا معي سريع. ام الارميز. نسفي. عمرك الحقيقي للناس. هذه الصراحة كرسي اعتراف أتمنى كل من يجلس فيها يعمل كرسي الاعتراف باعتراف عدم الضحك والتشوير وشباب الشوشرة تشويش. طبعا أنا قد مكلم الجماهير وقال لهم أي تكليجة مشونها لي ما لك عذر. طيب أوكي العمر الحقيقي 35. 35 نصف البرميتر. أكثر مرحلة دراسية عانيت منها في حياتك؟ الجامعة. الجامعة ايش تخصص؟ اجتماعيات. اجتماعيات. ايش المواد الممكن اللي كانت صعبة عليك او كملت الدراسة او لا؟ ما كملت الدراسة. انا في الجامعة ما كملت الدراسة. تسألني ليش؟ ليش؟ وصلت الترم الثالث او الترم الرابع وحنا باقي حنا ندرس في الجو. انا اخترت الاجتماعيات ليش؟ توقعت فيها تضاريس وجبال وحنا في الارض. اي ما ناظر فيك صح؟ لا هيني هنا. حلو. توقعت الدراسه هنا في الارض في التضاريس والجبال وما الجبال. هذه تخصص يبدا معك من متى؟ من الترميش. من الترميش مشاري. تخصص يبدا معك من الترميش. اذا كانت فيه سنه تحضيريه او بدون سنه تحضيريه صح؟ على حسب. لكن درست الاجتماعيات كلها يعني علم النفس واللغه المهارات اللغويه والجغرافيا وكل شيء. دراسات الدول راحت فيه؟ معك انا اسمع. انا معك اسمع انا. لا الهواء ضيعني منك. كل دراساتنا كلها احنا في السماء فوق الغلاف الجوي. هذه كل الدراسات كانت فوق الغلاف الجوي. ايه جيت عند الدكتور عبد المنعم الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير ومسي عليه بالخير. مسي عليه بالخير. قلت الدكتور عبد المنعم احنا متى بننزل في الارض؟ وصلنا الترم الرابع باقعد احنا في السماء فوق الغلاف الجوي. قال باقي لين الترم السادس. قلت الترم السادس انا اسلم عليك وبيضرب وجهك وما قصرت معي وعلمتني ودرستني. الحين استاذنك وبتجي العماده واسحب ملفي. عدل بدل تعود من الشيطان. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما حد يصوبكم. طيب هذا القرار عقبها وي من الجامعه كذا انا خلاص طلعت من الجامعه. طيب هذا القرار ما كان صعب عليك وكنت ندمان عليه في حياتك؟ الا والله ندمان للحين ندمان والله الى الان انا ندمان. يعني طيب كذا انت كبيتها وخلاص ما فكرت ولا راجعت ولا قلت هذه غلطة عمر. ليش انا ندمان؟ غلطة عمر. طيب طيب تمام لا تحاول تحجر لي واجد. طيب هذا واحد. طيب الان تمام خلصنا من دراستك. حلو. وخلصنا من عمرك. نصف البرميتة عنده شيء معين يحبه؟ شيء معين يحبه؟ إيه؟ يعني طقوس يومية يحبها؟ نعم. ما هو؟ وجودي معك الان. والله ربي كل يوم انا مقدم الربيز ما يروح باذني. لو راح انا اشتري سماعه من غيرها. هذا كرسي الاعتراف ترى حتى لو شلنا الربيز مني شو اقدمه؟ ولا حد يسحب علي الربيز.
شوف انا اقول لك بالعيد كرسي الاعتراف اسحبه معايا حتى بغرفة النوم. طيب الاخت الجنسيه سالت سؤال تقريبا تقول متى نشوف المسرحيه اتوقع اتوقع دي السؤال لي شكرا بالجنسيه هذا ميسي رمولي اسلام. تفضل. تقول لك اخت بزنسيه تمام هذا في الهاشتاج تمام ما شاء الله متفاعلين معانا حلو تسالك تفاعلك قليل تمام ومتى نشوف المسرحيات باذن الله واحد مني ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله بوجود 4 أشخاص إلى 5 أشخاس مسرحيه الاسبوع القادم اذا انا موجود اذا ما طلعت برايه مشرفت القريه هذه وطلعت والله انا حسن سجي يشرفها. طيب طيب في سؤال طبعا انت هنا في سؤال من الاخت عهد تقول ها ايش تقول تعال حط يدك عادي في احد يصحى الظهر تقريبا شكله هم الغلط احنا الصح شوف نحن الصح عشان كذا اقول لكم يا شباب الظهر شفت كيف الجماهير صاحين والشعب هنا نايمين الله انا كلشت خلاص الاربيز بيروح الاربيز بيروح انا شكرا لاعداد انا اعتذر منكم مرامي تقول في النسخة السابقة تمام الاعداد الصحي المتسابقين طيب انتم الاعداد صحيكم حاليا ها ابو رزيق الحاله يوم لا صحي بعض حنا اسمح لك بعد سكرتش دبل عشان تكونوا في الصورة لجمهورنا ايه بس يدك هنا تخوفني تسوي كذا تكونك معاق دقيقة ما ده هذي عشان تكونوا في الصورة يا جماهير الاعداد ما هو من صلاحياته تمام ما هو مسؤول لصحة المتسابقين الاعداد يعطيهم العافية يعطي لنا منبه تمام والمنبه عند راسي انا لقى صحيت انا ولقى الصحي اللي معايا بيكون الصدق هذا واحد في اذا احد مسؤول فهو المتسابق نفسه لانه حاليا نحن في مسابقه تمام فالبقاء للاقوى بأشكر انا من هذا المنبر ومن هذا الاربيز ومن هذا كرسي الاعتراف اشكر عبد الله الروقي ومسبر بن رميثة تعرفون ليش هون اكبر ناس في القريه عمرا يعني مقدارا كلهم بس انه هون اللي صحنا يوميا وكذا هم امنا وابونا على عيني وراسي والله ليش ما عبد الله عبد الله والله العزيز يا ابن العين يا مسفر الاخت نون تقول نون هذه يا اخي هذه كيف تعرفت على عبيان يا اخي لا تقاطعني انا يلا يلا اسمع من الاربيز يا ولد انا اربيز ولا منك يا اخي احد دخل مشي الفقره زي الناس مسفر يغلب على الاسفر اليوم الطعن الحالي تفضل نون ايش تقول؟ تفضل ايه الكاميرا شوف الاخت نون تسال في الهاشتاج بزنس 40 كيف تعرفت على محمد ولا احمد؟ العبيان محمد العبيان محمد العبيان انا وياه فوق 8 سنوات وتواجهنا على حفل عشاء في منطقه عنده هناك اسمها ضرمه تعرف ضرمه اي اعرفها ضرمه ومن بعد العشاء هذاك وانا وياه بنفس الليله طلعنا سوا اصلا في نفس الجهة طلع سوا وبدأت العلاقة وصلت أنا وياه روحات وجيات وسفريات وكل شيء أنت أي واحد تعرف عليه؟ لا ها عشاء وطلعت معاه كذا على طول؟ على طول يعني إيش حصل في العشاء وأنتم تشرعون في النعمة؟ طيب بعد مش حصل طيب. لو غدا العشاء إيش بيصير؟ كان هو يتابعني وأتابعه دقيقة أصبر لو كان غدا وعشاء إيش راح يصير؟ بعد لك عشاء سفريات وطلعات وجيات السؤال لك ولا لي انا بس لا انا قصدي لك ايه؟ روح محمد العبيان انا وياه تابع بعضنا من زمان تواجهنا قبل 8 سنوات إلى 10 سنوات تقريبا على حفل عشاء في ضرمه وبعد ما تواجهنا رحبنا بعضنا وتكونت علاقه عزلت علاقتي انا وياه بجلسه اتعرف اذا تتابع شخص ويتابعك
وتواجهه لابد انك تفرح ما يفرح بك صح؟ صالة انت معي؟ ما انت معي؟ انت مع الاسف شكلك. المهم طلعنا من العشاء وبعدها صارت المعرفه غير السؤال. يلا تفضل. الى الان الحمد لله علاقتنا طيبه جدا جدا جدا. طيب راح نسحب الكرسي كذا شو مو كل يوم اقدر اضرب وتحترمني ويوم واحد بس خلاص انا احترمك صبر. الاخت ماره ايش تقول؟ سمعنا كحنا عبد الرحمن غالب روحه حلوه شكرا للواقع اللي تحته هذه الفرصه. اخت مهره من هذا المكان احب اوجه لك احلى تحيات انك اسعدتيني وراح اليوم باذن الله راح اكون مضيف خفيف عليكم وضيف شرف ولاجلكم راح نفعل كل شيء عشان نبسطكم. الله يسامحك الله يسامحك يا مهره مع نزه بالرمادة. الله يسامحك يا مهره. طيب نسوي بالرمادة في سؤال ما جاني من الهاشتاج هذا السؤال من راسي انا ولا قالوا لي في الاربيس تراني مشارك شعري وخربته. انا ما ابغى انفش عشان ما يطلع كله بياض. صدق والله انا سؤالي تمام حلو راح ادخلك في جو كذا. مسفر بن رميثة نعم الشعر اللي يكتبه هل شعر شيء من داخله ولا شعر كذا بس؟ لا سوبر ماركت تعال جنب هنا اياه دببا عندهم امر على سوبر ماركت اشتري من عنده. لا لا يعني اربيز ما رأي ما ادري ايش اهدى سبح الله يستاهل على سؤالك انا تستاهل هذا الجواب. يا اخي ما عرفت مو داخلي انا مو داخلي انا اقول لك تم تكتب ايه شعر ايه تتخيل كذا انه كل الشعراء يقول لك برق ونجوم وسماء صح ولا لا؟ ايه انت زيهم يعني؟ لا والله انا رجعت طالع من الارض اليوم توي غابت اليوم طلعت اليوم ما زي البشر الباقيين. كنسل السؤال انسان انسان انا ما ادري انسان اساسا ولا اني مثل البشر انا دقيقة أنا نبات دقيقة أربيز أنا نبات انقذنا أنا جبت عليك أنا وردة أنا وردة أنا شجرة أنا جدار أنا باب أنا دريشة لا ما بشر حاشا وكلا أنا غابة يا ناس أنا غابة في كرسي الاعتراف أبدا كرسي الاعتراف اليوم يضرب أبدا ما يكون فيه استهزاء كرسي الاعتراف يا تضربنا يا ولد بذيع لو سمع تعترف للجماهير ايه يلا بس اسمع هذا جني بعد المذيع ها شغل لي شو بلاك انت معك سؤال ايه طيب الان خل بس ما ادورك سؤال اذا كنت معك شيء وش سم طيب انا معي لك سؤال والله طلع ما سمع الهاشتاج والله يقول لك هل تحس غياب الشباب في سبب في ملل من شيء معين او بدوا يمالون او اهمال او استهتار يعني انت ايش تشوف هذا وجه لهم السؤال شباب بالله شغل السبيكر ابغى اكبر عدد يقوم معايا اليوم يوم واحد معايا 40 وهم نايمين انا عارف منو نام الساعه 8 و10 الصباح صوت يا متسابقين يا متسابقين يا شباب طيب انا ابغى الحين اسالك انت سؤال صدق والله هذا من الجمهور السؤال نفسه لا هل تحس ان الشباب بدوا يملون تمام من البث او صاروا يعني مثلا ما في اهميه كبيره للبث هل تحس هذا الشيء او لا؟ كل واحد معه احساس انا اسم شاري اسالهم انا يعني ما عندك اجابك طبعا هذا السؤال من عند الجماهير والله اي والله بالعكس احنا كلنا مع بعضنا ايوه بدي اشوف احساسنا شغال احساسنا في تفاعل فينا لكن اذا صار في ضغط مقادير فيها اشخاص يعني يكونون بس يغطون مكان الاخوان الباقيين لا بد احنا نقدم كم ساعه يا ابو عمر 12 ساعه 14 ساعه لا والله صار 14 ايه من الصعوبه ان احنا مده الساعه دي كلها اللي عندنا يكون استعجل طيب وانت وسات بركاته والله صار خطوة ما عاد إجابة دقيقة كنسة خلاص طولت مرة أروح لا ما تروح أنت خليه أنت محتوى أنت بسوي للبس اللي هنا محتوى أنا اللي أسوي لك محتوى هذه إسقاطة قوية طيب دقيقة لا إسقاطة قوية شكرا حبي دي فقراسية أنا معي لك سؤال والله طيب الآن تمام هذا السؤال من الهاشتاج حاولك بدي بتضرب لا والله ما أضربك هذا السؤال من الهاشتاج يقول لك لو صرت انت في البراين
وانت واخر شخص، مين الشخص اللي ما تتمنى تتقابله اللي تتمنى ما تقابله على خشبة المسرح البراين؟ لا هذا في احراج. لا لا مو احراج. لا احراج. مين يعني؟ والله احراج والله. لا هذا من الجماهير والله. والله؟ اي والله. يعني انت بتنحرج من مين؟ ما في الا ابو الليل صاحينا كلهم نايمين. اسلم. لا لا هذا عندك جمهور يا اخي، جمهور اقوى من ابو الليل 20,000 20,000 ابو الليل. انت عارف هذا السؤال من الجمهور؟ هذا السؤال من الجمهور مو مني والله. والله شوفه. والله من الجمهور. انا صراحه على المسرح اني ما احب اكون الشخص الاخير مع الشخص الاخير على المسرح. مع متسابقين كل ابوهم صراحه بدون استثناء مع اخوياي كل ابوهم. واحتفظ الاجابه هذه. يعني ما تقدر تقابل اي شخص؟ ما اي شخص كلكم. طيب هذا السؤال قد انا من عندي. اتعب نفسيا والله. هذا السؤال قد انا من عندي. تمام؟ لو انا طلعت البراين هل راح يكون عندك شك اني بطلع ولا؟ لا. والله؟ كود الخصم دبليو؟ لا لا والله اشلو الاربيز. شوف بعلمك ايش؟ بعلمك ايش؟ ثقافتك عالية. امورك طيبة. الصلوات ماشية عليها. ان شاء الله ما عندك خصومات. لكن تتغيب عن الصلاة. تنام. مركز نومك. مركب اربيز. طيب مركب اربيز. اذا صار شوف انا مثل انا مثل اذا قصرت في حاجة اتوقع نفسي في ابراهيم على طول. تدري الاخت لولو ايش تقول في الهاشتاج؟ ايش تقول؟ يقول عبد الرحمن غالب يا مبدع استمر. خلي تويدك في البث. انا وجود عكس يا انا شوف شوفي يا اخت لول تمام؟ انا مدينا خاطب الكاميرا الان يا لولو تمام؟ انا خاطب الكاميرا الان واوجه لك تحيه واقول لك ابشرك من الان انا ما راح انام، راح اكون 24 ساعة في البث وراح باذن الله ربع اغيب على البث. اهم شيء كود الخصم دبليو 19 التميمي وادعوا لي بالاربيز دائما انه ما يروح مني. تحياتي اكمل. والله تفضل. الله يجزاك خير. مش ياري والله يقولوا بالعجاك قبل ما يجي وقتك روح صحى الشباب. والله الجماهير انهم متفاعلين معانا والهاشتاج مولع. ايش يقولون بالله؟ تعرف ايش يقولون؟ على ما تيجي فكر طبعا معتذر من الجماهير اني اذا كلشت عادي. على ما تيجي تمام كوس الاعتراف صح الشباب اثنين ثلاثة اللي يقومون معه قول لهم اليوم المقدم واحد مختلف جميل رائع لبس طوبة التميمي بس ما تقولوا عبد الرحمن غالب انه كل يشجعون ينامون. تكفى لا تقول له عبد الرحمن غالب تكفى والله ما عاد راح يجي تكفى قول له اليوم التقديم باللهجة الجيزانية كذا قول له من الاخر باللهجة الجيزانية التقديم فهموا ما فهموا يجوا. انا ايش اقول الحين؟ اقول له كيف ما شاري قول لهم الحب يداح يداح والهجم يكوخ يكوخ شيربخ شيربخ دردردر. طيب انت عارف ان الهاشتاج مولع. قول والله. والله الهاشتاج ما شاء الله اقول لك رسائل جدا كثير. احلف والله العظيم ما امزح وتصدق يا ولد تعال امزح معاك يا ولد تعال ما بقي الا انت يا مسفر ما بقي الا انت تعال يا مسفر. والله انا مشي الحلقه ولا حالي. طيب هذا ما اسوي انا ما صدق على الله ويجيني اربيز كلهم يروحون يا ربي. اوه يا رب اربيز جاني ما لقيت ولا احد ما في الا انا والشيف قاعد اطبخ. خلينا نسوي فقره جديده. والله اني كنت اسوي كل ساعه اعتراف على روحي بس ما دامك جيت تعال اجلس. انا مقدم انا معي اربيز اجلس انا معي اربيز. هلا والله. هذا لا يحدث كل يوم انما يوم واحد في السنه. هلا والله. ودعوات امي الغاليه. هلا والله. هلا والله انت خالد. في سؤال جاني من الهاشتاج وهذا السؤال تمام من عبد الله الجهني من الهاشتاج يقول لك يا مسفر ايش علاقتك مع مصرة الجبلي طول الوقت؟ ضلع من ضلوعي. طيب انا عندي سؤال انتوا تعرفون بعض من قبل او في البرنامج؟ لا في البرنامج. في البرنامج يعني ما شاء الله الله يديمكم لبعض. آمين يجزاك خير ان شاء الله. ومن هذا المكان المده القصيره وصلت وصل لهذا المكان يمكن اغلب المشاهدين ما
لو حاسين في موقف اللي احنا فيه الحين يا ناس، ترى احنا ناكل ونشرب ونرقد ونقوم ونصحى ونمزح مع بعضنا في القرية كم لنا 40 يوم. ايوه 40 يوم تخيل انك تجلس مع شخص ها وجه بوجهك بس. ايه وجه بوجهك دائما يوميا، اذا ضقت جاك واذا ضاق جيته واذا احتجت حاجه يجيك، وكلنا مع بعضنا. ما اكلمكم عن مصر شخصيه بس حاله، بعض الساقين كلهم كل اخواني هنا يا كل ابونا مع بعضنا 40 يوم ناكل ونشرب ونقوم ونصحى مع بعضنا. يعني صعبه اني ما عزه ولا عزني ولا شيء، لكن مصلط قريب مني في السرير في النوم، انا يا جنب بعض، دولابنا واحد، مغلق صوف خياره كل ابوهم في وقفات معي بيني وبين مصلط، يعني ما يحتاج اني اقولها، بالعكس هذا اللي خلاني اقول ضلع موضوعي والله. طيب في تغريدات جدا كثيره تمام في الهاشتاج للشباب النايمين وما اقدر اني اقولها، او بالاصح الشباب رافضين يعطوني، تعرف ليش؟ ليش؟ الشباب نايمين، يقول لك كل شخص صاحي راح توصل التغريده حقه، بامانه تمام؟ خلي الاربيز يا اعداد، انا عندي لكم طلب معين، انا عندي لكم طلب معين. انا من يوم ما دخلت البرنامج كنت اتمنى اني اسمع صوت امي، هذا واحد. ثاني شيء والله 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 اني الان انا سعيد سعاده ما يعلم بها الا ربي، اتمنى ان اتداخل معايا امي في مكالمه واحده واقدر اعيش معاها ولو دقيقه واحده. اتمنى انكم تقدروا تخدموني، وانا حافظ رقمها الان راح اجي اعطيك. تم ها. طيب طيب راح نكمل معاك تمام، هذا اول شيء. ثاني شيء والله العظيم اتعلم والله ما عليك. كيف اغني الحين؟ كيف اغني الاماكن كلها مشتاقه لك؟ كيف لما قربت امشي الدق قمت انا قسته وقلت حلقي ضرني شو اثار انا عارفها، لما امي قداش الدق قلبت عليها بس اقول يا رب انها يعني ترد، يا رب انها ما ادري كذا والله. اذا حتى تلقاها تصلي الظهر تعبت، الله يحفظها ويوفق جميع امهات المسلمين ويحفظ امهاتنا جميعا يا رب، ويرحم من مات منهم ويغمد روحهم في الجنة. تفضل روح تفضل، انا باستعداد بكامل قواي العقلية. يا امي لك. يا امي الاعداد قاعد يتصلون عليك، اتمنى انك تردين، والله العظيم اني متقطع شوق عشان اسمع صوتك، والله العظيم اني قاعد اتقطع شوق عشان اسمع صوتك يا امي، اتمنى انك تردين تشاهدينا، واذا كان الجوال مع الصغار فعد حظ اوفر، لانه جوالك دائما مع صغار وطفشونه ويلعبون به. قول على الله، قول يا رب ترد. الله يا رب يا والله اني مشتاق لها والله العظيم. الام باذن الله قول امين، وهذه رفعت يد. الله يا رب يا كريم، ان امك تحقق مطلوبك ترد عليهم دحين يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. الله يسمع منك ويحفظ جميع، الله يحفظ جميع امهات المسلمين ويحفظ الحيين ويرحم الميتين. الام بالنسبه لنا شيء عظيم والله العظيم، يعني شيء عظيم. راح نسمع الان تمام تغريده وديده تقول في التغريده تمام. عبد الرحمن غالب انت شخص مبدع والله، تستاهل المركز الاول. واسمع بالاخير تعرف ايش قال؟ يا مقدم يا مقدم، مو مشترك ولا متسابق يا حبيبي يا حبيبي، كمل على متسابق مو مشترك مقدم. تعال 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 خلاص، مسفر مسفر ربيز 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 مش تضرب على كيفك. هم قالوا لك تخوضك مصارعه هنا، يقول ربيز زين سفير حقك علي. تعال والله انا مش الحلقه لك، انا خليتك تروح تنام يا اخي. اول مره البس ربيز تعذرني اترك خلاص. يا كنترول باقي مع تغريدات من قومه، يلا باقي معنا واحد ثاني باقي معي ها. تكوان يا جمهور. والله انت عندك جمهور ما شاء الله جمهور يا حبايب والله. ابي ما يوقف الهاشتاج، الهاشتاج لا يوقف البزنس، لا يوقف لا يوقف. سؤال
من الهاشتاج وانت الان قاعد تصفق ايش عدم تفاعلك مثل اول؟ ترى بكل وضوح وكل صراحه انا عارف الاجابه، فاذا رحت يمين ولا يسار اعذرني راح اكشف الاجابه. انا اقول الله يزينها طيب. ان شاء الله عندنا تغريدات جدا كثير، الله يزينها. باقي معانا ابو عمر الله وباقي الشباب، الله يزينها يا رب يا كريم. بالعكس انا ان شاء الله متفاعل مع اخوياي وبن واحد احد ان شاء الله القادم اجمل واطيب وافضل. الدروب هذا في كل أي، انا ما اعتبر نفسي نجم ولا اعتبر نفسي اني مبدع، اعتبر نفسي اني انا انهم مكملين لي، انا ما مكمل لهم، هم مكملين لي، هم اللي رافعيني اخوياي في ذلك القريه. اذا نزلوا اخوياي نزلت انا معهم، اذا ارتفعوا ارتفعت انا معهم. باذن واحد احد ان شاء الله راح نقدم شيء ليسركم جميعا ان شاء الله. طيب تقريبا انه انتهت الاسئله معاك، ورغم انه باقي اسئله كثير بس نبغى نلحق تمام ناخذ مشاري وناخذ مصلط الجبلي. طيب انا احب شوف هذا هو. طيب سؤال اخير احسبك من حاشا. طيب سؤال اخير سم. سؤال والله جميل، يقول لك انت تضحك كثير تجامل، هل هو مجامل او تسليك؟ لا والله صحيح، انا والله من هذا المكان اقول لكم ان مسفر بالرميثه يضحك من كل قلب، واكثر انسان يعطيني دافع اني اطلع كل التكليجات اللي في راسي مسفر بالرميثه والله من هذا المنظر. سؤال ثاني شو؟ طيب يقول لك يقول لك هذا لك بس استرخي تمام، سوي كذا اليوغا يا سلام، خذ نفس عميق. السؤال يقول ليش ابو سلطان قبلك رغم كبر سنك؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. ها توفيق من الله سبحانه وتعالى. وليش حبك؟ من الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعه تمام، هذا الانسان محبوب من عند ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر. ليش ما ندري؟ ليش ما ندري؟ انت عارف ما ندري؟ كل يوم تطيح ما ندري؟ كل يوم رايح جاي ما ندري؟ الشباب نايمين ما ندري؟ القوم خصم ما حد معايا. ما مشاري ما حد قام معك بالله. مشاري ما حد؟ تعال مشاري تعال. اخر سؤال دقيقه، اخر تغريده لك سؤال من عمر مجال والله. روح جيب لنا مصلط وتعال يلا. هذا الجماهير يقولون والله. اي والله يا ابشر، حك اذنك افرك اذنك جيب مصلط تعال. يا هو شكله نام معي.